ما تجيب من الاخر يا دكتور، وعرفنا بقى تمن التضحيات والجدعنه اللي نزلت عليك على كبر فجاه دي. استغفر الله العظيم يا رب. ده رايك فيها يا سيد؟ انت شايفني كده؟ احنا ولاد حته واحده يا اخي. ايه مجدعه اتقطعت من الدنيا. فتحضرينا يا ست زبيده؟ امال سيبوا ست زبيده في حالها، البنت كانت هتروح مني يا ناس. هو انا عرب الايام هتثبت لك جدعانتي. انا هخرج عشان احل الموضوع قبل ما يكبر، بدل ما نطلع كلنا على الاسم. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ونرجع واحد اتنين تلاته بس، عشان اربعه هتاخد حكم وخمسه هربان من حكم. عموما ربنا يقدرنا ونرد لك الجميل ده يا دوكش. وحقك علينا يا سيدي، احنا اسفين يعني اذا كنا ظنينا فيك ظن مش ولا بد. عيله واطيه بقى هتعمل ايه؟ كتر خيرك يا عم دوكش. ممكن بقى تفهمني هتعمل ايه؟ الاول هتستنوني هنا لحد ما ارجع لكم واقول لكم بالظبط تعملوا ايه. بالاذن. انزل على حمك، عايزك في مشوار خصوصي انت وبقيت رجاله زناتي. انزل. قلت لك قبل كده يا طارق الراجل ما بيعيطش. ورده بخير الحمد لله، ما حصلهاش حاجه. بعدين المفروض انك تفرح لان لولاك ما كناش لحقناه. سيد فيروس، تفتكر الدكش هيستجدع فعلا ولا ده حوار؟ دول انا عارف انه يبيع ابوه عشان القرش. كنت قلت بينايمنا عشان يسلمنا للحكومه. اكيد ليه غرض في حاجه. ما هو مش معقول هيقلب ملاك كده فجاه ويساعد الناس لله في لله. طب وبعدين؟ ما عندناش حيله تخلصنا من اللي احنا فيه يا اسامه، فغصبا عن عين ابونا هنمشي وراه. طب افرض بقى طلب فلوس. يا عم دي واصله امانه على نفسي كالعاده. للست اللي جوه دي بقى تحترم نفسها وتستر على اختها وبيع حتتين دهب من اللي في ايديها. هم بقى كلمتين مخلصين بعضيهم. اللي قتل زناتي خالد العره، بعد ما اتعاركوا مع بعض هم بيلعبوا قمار. مفهوم؟ بس حضرتك اسمع يا رحمك، انا مش جايبك عشان اتحايل عليك. لو قلبك واكلك ومش عايز تشهد زور، افتكر انك شاركت النجس ده في خطف انثى ومحاوله اغتصابها بالاكراه، ودي بقى امر عقوبتها يا اعدام يا مؤبد. والشهود كلهم موجودين، واولهم الواد الصغير طارق. قلتوا ايه؟ ماشي يا كبير. اللي تشوفه يا ريس. اخر حاجه، القضيه تخلص من هنا تبقوا فص ملح ودب من الحته كلها من هنا، واللي هشوفه او المحه هدل عليه رجاله خالد العر عشان ينتقم منه وياخدوا بطار رئيسهم اللي شهدت عليه زور. خلصنا؟ ماشي يا كبير. خلصنا؟ تمام يا سول جابر. يا حضر سول جابر، يا سول جابر، لا تتعبش نفسك وتنادي. يا حضر سول جابر، يا سول جابر. نعم يا سيد. الكشف اللي معاك ده هو كشف الزيارات؟ وانت هتفتش عليها مسجون انت ولا ايه؟ ايوه هو يا اخويا، واسمك مش فيه ولا اسم متولي. ارتحت يا اخويا؟ جاتكم القرف. قلت لك ما تتعبش نفسك وتنادي. أكيد في حاجة غلط. معقولة؟ العيال تنساني بالشكل ده؟ محدش فيهم يجي يزورني؟ طب وسيبتك؟ لا لا، أكيد زبدة مش عاوزة تشوفني بالبدلة الزرقاء دي. أهو كلام بنضحك بيه على نفسينا.
الدنيا تلاهي. أصل البعد بسبب النسيان والجفا. لكن أنت ما قلتليش يعني بقالك قد إيه وأنت هنا؟ محدش جه زارك. 3 سنين. يا نهار أسود ومطين بطين، 3 سنين. الله، طب وأنت بقالك قد إيه هنا مسجون؟ برضه 3 سنين. يعني من يوم ما اتسجنت محدش من ولادك زارك، صح؟ آه. طب ما تأخذنيش يعني، أصلا فاتت عليا أسألك، أنت جيت في إيه؟ سرقة. سرقة؟ ليك كم سرقة بقى؟ أول مرة في حياتي أمد إيدي وأسرق. في سنك ده؟ يعني عشت طول عمرك شريف، ما سرقتش غير في سنك ده؟ آه. لا لا لا، ده أنت تحكي لي بقى إيه اللي نغزك وخلاك تسرق في سنك ده؟ كنت بحاول أساعد عيالي، كان نفسي أساعدهم بس ما عرفتش. كنت موظف على قد حالي، ما عرفتش أعمل لهم حاجة. ولما طلعت معاش وأمهم ماتت دخلت دار المسنين عشان ما بقاش عبء عليهم. زي تمام. طب لما كنت بقى في دار المسنين ما كانوش بيجزروك؟ كل جمعة، ما فوتوش ولا جمعة. كانوا بيحكولي على مشاكلهم، مشاكلهم كلها كانت على الفلوس. وانا على أبو الفلوس وذل الفلوس. اللي برضو انت ما قلتليش اتسجنت ازاي؟ صعب عليا الوحدة والوقت في دار المسنين خلوني أفكر إزاي أساعدهم وأصلح أحوالهم. أيوة، بس سرقت إزاي وأنت في دار المسنين؟ سرقت زمايلي في دار المسنين، خدت غويش الدين 500 جنيه من تحت مخبي ده، الموبايل بتاع ده، ولميت السرقة كلها. ولما جم يزوروني اديتها لهم، خدوا الحاجات كلها عشان يبيعوها من غير ما يسألوني جبتها منين. عرفت انهم عارفين بس احتياجهم للفلوس خلاهم ما يسألونيش. وبعدين الحكاية اتكشفت، خدت 5 سنين ودخلت السجن. ومن يوم ما جيت هنا ما شفتش